بل ده من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فتشائم من إيه؟ من اللي من شيعته الإسرائيلي ده. فراح إيه؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. على طول راح استغفر وتاب لربنا وقال خلاص أنا ما إيه يعني، ما معناه إنه مش هيرجع للموضوع ده تاني، لا من شيعته ولا غير شيعته. طبعا هيدور على الحق ويقف معاه ويقف معاه. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المجرمين اللي هو المعتدي، اللي هو اللي بادي المعركة، اللي هو بادي البتاع، اللي هو المغتصب زي كده يعني. فأصبح في المدينة خائفا، هو من بعد ما قتل الفرعوني بالصدفة، فهو أصبح خائف كل شوية عاوز يسمع إنهم بيدوروا عليه ولا حد عرف، فملاش حد عرف، وهو قاعد يتجسس ويشوف، فخائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس، فبالصدفة لقى الإسرائيلي اللي كان واقف معاه بالأمس يستصرخه، بيقول له الحق يا موسى تعال. قال له موسى إنك لغوي مبين. طبعا موسى بالصدفة شاف الموقف قدام عينيه، فعارف ان الحق مع الفرعوني، فقال لي ايه اللي بتاع بني اسرائيل ده اللي هو من شيعته، قال له انك لغوي مبين، يعني انت بتاع ايه، بتاع مشاكل. ما معناه؟ فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما هنا، فلما اراد يعني موسى اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، من عدوهما صاحب الحق الفرعوني، وهو تاب لربنا من المرة اللي فاتت ان يقف مع الحق، فايه اصبح هو من عدوه اللي هو بتاع بني اسرائيل. طب ما موسى بني اسرائيل، لكن هو هيقف مع الحق، فوقف مع الفرعوني مع الحق ضد مين؟ ضد بني اسرائيل، اللي هو الراجل من بني اسرائيل اللي هو اساسا قتل قدامه الفرعون بتاع اليومين اللي فاتوا. فراح على طول رد عليه، يبطش بالذي هو عدو لهما. قال يا موسى، رد عليه بتاع بني اسرائيل، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فضحوا، وطبعا وصل